السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس الثلاثاء الثامن والعشرين يونيو أنه يجب على الجميع أداء الضرائب جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تناول ضعف موارد الجماعات الترابية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حيث أكد وزير الداخلية على أنه يجب تنمية مداخيل الجماعات الترابية مشددا على أن ذلك لا يعني الزيادة في الضرائب وأوضح الفتيت في جوابه أن تنمية الموارد يجب أن تتم بالحرص على السيفاء وأداء الضرائب مؤكدا على أنه من لا يؤدي يجب أن يؤدي وعرض لضريبة النظافة التي شدد على أنه يجب أن يؤديها الجميع معتبرا أنه إذا تم الوفاء بالضرائب ستكون الموارد كافية وعند تناول تحويلات الدولة للجماعات المحلية أكد على أن هناك دراسة تنجز حول توزيع المداخيل بين الجماعات الترابية